بنصبح على حضراتكم من جديد، اهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كره، هذه كره الابداع. He hits one. Oh, what a goal! ونبتدي نشرتنا الرياضية بالخبر الأبرز امبارح في أخبار النادي الأهلي، واللي تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم بالأمس على استاد 5 يوليو في العاصمة الجزائرية في لقاء العودة من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. سجل الأهلي أحمد عبد القادر وتعادل لوفاق ستيف أحمد القندوسي قبل ما يضيف رياض بن عياد الهدف الثاني للفريق الجزائري. بعدها سجل الأهلي هدف التعادل محمد شريف. الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك قرر الانتظام في معسكر مغلق من بكرة في أحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة طلائع الجيش في إطار الجولة 19 من مسابقة الدوري الممتاز. وميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس نجحت في التأهل لنهائي بطولة مالي كارلس رو اللي بتستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 10 وال 15 مايو. قدرت ميار توصل للنهائي بعد الفوز على المجرية أنا بوندار المصنفة 69 عالميا بمجموعتين كانت نتائجهم 6-2 و6-2. وفريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي حقق فوزه على نيامي بطل النايجر بنتيجة 44-18 في ربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس اللي بتتلعب في النايجر، وبكده بيتأهل الأهلي لنصف النهائي. وعالميا فريق ليفربول تم تتويجه باللقب كاس الاتحاد الانجليزي للموسم الحالي بعد فوزه على تشيلسي الانجليزي بضربات الجزاء بنتيجه 6-5 في المباراه اللي جمعتهم امبارح على ملعب ويمبلي. اجمل حاجه حصلت امبارح بعد فوز ليفربول بكاس الاتحاد الانجليزي ان النجم مؤمن زكريا كان متواجد مع محمد صلاح ولاعيبه ليفربول واحتفل معاهم بالفوز. صلاح نشر فيديو للاحتفال على حسابه على انستغرام. التعادل الايجابي بنتيجه 2-2 حسم احداث مباراه فولفسبورج ضد بايرن ميونخ في المباراه اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب فوكس باجن ارينا ضمن منافسات الجوله رقم 34 والاخيره من الدوري الالماني للموسم الحالي. وكمان فريق باريس سان جيرمان حقق فوز كبير على فريق مونبلييه بنتيجه 4-0 في المباراه اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الجوله 37 وقبل الاخيره من بطوله الدوري الفرنسي. بالنتيجه دي باريس سان جيرمان بيواصل صداره جدول ترتيب المسابقه برصيد 83 نقطه ومونبلييه في المركز ال 13 برصيد 43 نقطه. أخبارنا الرياضية خلصت، لكن كلامنا في الرياضة لسه مستمر. هنروح على طول لهدير وشاذلي نبتدي نتكلم معاهم عن تفاصيل أكتر في الرياضة. شكرا ليك يا منى.